موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم الحلقه كم والله نسيت ثواني بس بشوفه وارجع لك بشوي. اوكي رحت شفت جديد الحلقه الرابعه. الله يسعدكم على الدعم اللي قاعد تسوونه في القناه، واعتذر على قله المقاطع لكن هالفتره صعبه في حياتي الجامعيه، يعني ما اقدر اني انزل مقاطع كثير وما اقدر اني اسحب، فحاولت اني انزل مقاطع بشكل 3 مقاطع في الاسبوع، 4 مقاطع في الاسبوع. فاعرفوا هذا الجدول، احد، ثلاثاء، خميس، بعض الاحيان احتمال انزل يوم السبت. كل الاوقات حقت المقاطع راح تكون 9 في الليل ونطالع، يا 9 يا 10 11 12. الله يسعدكم جميعا على الدعم، ولا تنسون كود الايتم شوب بي اس ال، لو نحط هنا في سواء كابيتال سمول ما راح يفرق، بس راح يجي فوق على اليمين. انا مغطي الكام حقتي، كود لايت شوب انحط لمده 14 يوم، ترى كل 14 يوم يروح، فتاكد انك حطيته وهذا يكون دعم لي. ولا تنسون اذا تبغون تشترون اغراض من روكت ليج مو موجوده في لايتم شوب، روحوا موقع روكت ليج اكستشينج اللي رابطه في الوصف، حطوا كود في اس ال واشتروا الغرض اللي تبونه وراح يخصم لكم في اس ال 3%. مره 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 راح يفيدني انك تشتري من روكت ليج اكستشينج، وبنفس الوقت فالكريدت عندهم ارخص من اللعبه. خلونا نبدا المقطع اليوم. والله العظيم اني ناسي بالضبط وش كان اخر شيء سويته، لكن غالبا راح نلعب بالميرك. انا في الحلقه اللي راحت قاعد اقول فينك 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 ما ادري ليش، لكن راح نلعب بالميرك دايموند 2 ديفجين 3. اول ما نخش دايموند 3 راح نغير السياره. اذا وصلنا دايموند 3 في هذه الحلقه اكتبوا لي في الحلقه الجايه وش تبون نلعب، اي سياره تبون نشتري، سياره تبون ذا. للاسف السيارات اللي مثل نيسان جي تي ار وهذه الاشياء ما اقدر اسوي لها تريد، للاسف يعني ما ادري ليش ما اقدر اسوي لها تريد، لكن للاسف جربت اني اسوي تريد، جربت ما اقدر للاسف. بس السيارات الجديده او السيارات الموجوده في موقع روكت ليج اكستشينج اللي اقدر اسوي لها تريد. تبون العب في اي سياره عشان اشتريها من موقع روكت ليج اكستشينج؟ اي بشتريها، يعني ما انا ماخذها كذا عشان، لا بشتريها مثل ما تشترون انتم. استخدم كود في اس ال، يعني ازعجتكم بالكود والله العظيم صدق. صاحب الموقع في وضعك انت ولا ترى بنكرشك. اخيرا دخلنا جيم 1v1، خلونا نشوف. اوكي هذا عربي والله، داخل الميدل ايست انا قاعد اقول عربي. اسمع ايش السالفه، انا داخل كومب ولا ايش؟ انا طلعت قبل شوي احس بانه جيم عادي، ما كتب لي كومب. يا الله العيد العيد يا شباب العيد، والله العظيم احس بجيم عادي قسم بالله، والله العظيم قهر. يعني كان مفروض الحين اني فايز في الجيم اللي قبل شوي. اسمع عليه. اوكي هذا كان جاب تشامبيون سيزون 1. هدف، الله يسلم يسلم. الله العظيم توقعت انه بيصده صراحه. سكويزني لفيته، شوف كيف، والله العظيم شعره يلمسها. لا تكفى، ناخذ البوست هنا بما انه ما اخذاه. لا 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 ما نشطف مره ثانيه، احس الدوران بطيء شوي. اوكي خلاه يروح الكرة. الحركة كانت بنش بس صارت ما في اي بنش. والله اللمسة، لا القهر، لازم بعيدها شوي على المرمى. هذا ما يخلص بوسته، يا ساتر مستقعد والله، والله مستقعد، يا ساتر يا ساتر يا ساتر. لا يا شيخ خلوه النطة الخايسة، والله العظيم النطة كانت سيئة جدا، ليش سويت كذا ما ادري انا. يقول لك البوست مو بكل شيء بس بنفس الوقت اخ تكفى تكفى، يا ساتر هذا شلون صدها؟ الكرة كانت برا ولا ايش؟ الو ما اشوف شيء قسم بالله ما اشوف شيء.
وش اللعبة؟ والله العظيم صدمته فجأة صار جليتش ما ادري ايش صار. يعني المفروض يتفجر، والله المفروض يتفجر بس اوكي. لا حرام. تكفى. الله اي يا شيخ. برا. لا والله هدف الحمد لله. ايوه ليد يوه يسيف. ليه ليه ليش تصدم؟ ليش 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 تصدم؟ ليش كلوز ون كلوز ون والله كلوز ون يعني نحسبها لا يعني حاول يصدمني مع ان الكره كانت سهله له. اتس اوكي اوكي بعدين. والله اني داري انه بيزحب، والله اني داري انه بيزحب. جيجي والله جيجي ما قصرت. خلونا نشوف رانكنا الحين كم صار. اي في يعني هذا المقطع يمكن يكون قصير عشان نحدد وش السياره اللي نلعب فيها في المقطع الجاي، فهمتوا؟ فلازم نفوز الحين عشان نروح للدايموند 3 وبعدها تحددون السياره. ما ابغى العب سياره من تحديدي يعني، انا صعبت على نفسي في سالفه الميرك، لكن بنفس الوقت لازم اشوف اختيارك. تبون نشتري سياره من موقع، تبون حددوا السياره وانا اشتريها باذن الله وتشوفونها في المقطع الجاي. فهذه سلسله باذن الله هي بتخلينا نحسن لعبنا ونشوف هل مستوانا في الون فيون يوصل تشامبيون جراند تشامبيون يعني قريب من التفي 2 ولا لا. بنفس الوقت راح احسن اللعب يعني الون فيون. هذا تفلت. اوه والعبها صح. بعيده 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 لا تحاول لا تحاول انا اسف. جي جي انا ما ادري ليش اقول جي جي بس جي جي باذن الله نفوز باذن الله. الكام فجاه لفت لاحظتوا؟ الو ايوه شوت بسرعه. جي جي الله جي جي. ترك الكرة عشان يروح البوست، هذا شيء مرة غلط في الون فيون. معاكم خام ما هو سام. تثبيت هذا وش التثبيت؟ كنت بمشي فيها بعدين شفت البوست 21 بعدين ما ادري ما ادري ايش صار. اهم شيء بعدناها الحين ناخذ البوست الله يطير زي ما يبغى وانه تسجل هدف عادي. طيران نظام الكرة 100% ولا لا تروح 99 لا تروح. هنا غلط اني اروح البوست بس كيف؟ والمشكلة ما تبغى اسويها ولا اقولها. هجت فيه يا ساتر، والله الحمد لله اني وزنتها ولا كنت ناوي اني اطقها طقة من الجنب، بس يوم شفتها هجت فيه في النطة شوف كيف؟ على طول وجهت الكورة. اوكي. نضمن مع ان الشوطة كانت سيئة بس ابغاها ارضي انا. واحد كذاب. يلا 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 بسم الله. اوكي لا والله صدها. ليش الاستهزاء انا؟ والله العظيم قهر. انا اسف والله. ممكن تطلع يبوس. بغيت اجيب العيد الا شوي. الو يوه والله صديتها. يا ساتر. هذه نحاول اسوي لها كنترول. يوووو حرام 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 حرام. الله والله العظيم ما ادري شلون ضاعت. واحد فهمني شلون ضاعت طلع بعد. جي جي في الرانك ام نشوف الرانك. اتخيلوا بس جيمين، الجيم الاول جبنا فيه العيد طلعنا اوكي. هل نص دايموند 3؟ اوه دايموند 3 يا ديفجن 2 معقوله؟ ايش فيه؟ طيب حددوا لنا السيارة اللي راح نلعب فيها المقطع الجاي، يعطيكم العافية على المشاهدة، أدري مقطع قصير لكن هذا اللي طلع معنا. يعني انسحابات ورا بعض فوق كذا إني من نكبت ما عندي اختار سيارة. فاكتبونا تحت في الكومنتات ولا تنسون زر اللايك، نبغى نوصل هذا المقطع 10,000 لايك، أدري إني قلتها في نهاية المقطع المفروض إني أقولها في البداية، بس فهمتوني. خلونا نشوف هنا، يعطونا هدايا ما أدري إيش. أوكي. يعطيكم العافية على المشاهدة، أشوفكم على خير، في أمان الله، سلام.